بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السي أحمد الزايدي أخ عزيز علينا، وعشنا مجموعين في البرلمان مدة، وتعايشنا وتعاشرنا وتعرفنا بعضياتنا. هو رجل محترم ورجل معقول، وهذا الموت المفاجئ ديالو في الحق جاء صادم لنا جميعا، ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويعظم الأجر ديال الأهل ديالو ديال العائلة ديال الكبيرة والصغيرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.